يعطيكم العافية شباب. في هاي الليكتشر بدنا نحل الـ quantitative problems تبعت الـ fundamentals of metal casting. في عنا هاي بعض قوانين أو أغلب القوانين اللي راح نستخدمها خلال الحل. السؤال الأول بيحكي sketch a plot of a specific volume versus temperature. specific volume اللي هي مقلوب الـ density. It is اللي هو volume over mass. Okay. يعني الـ volume per kilogram. الـ temperature for a metal that shrinks as it cools from the liquid state to room temperature. On the graph, mark the area where shrinkage is compensated by riser. لو رسمنا هذه الـ specific volume مقابل التمبرتشر راح نشوف انه الكيرف طبعا هذا الكيرف اوكي هون بتكون ليكويد اوكي بتنزل درجة حرارتها وهون بتصير اللي هي السوليديفيكيشن وبعد هيك بتتحول ل اللي هو سوليد اوكي لا وير داز الرايزر كومبنسيت الشرينكج It does that before اللي هو المولتن turn all into solid. It is this area and that area هو في solid during solidification. After that, the riser cannot compensate the shrinkage لأنه الكاست تحولت ل solid. Round casting is 0.2 meter in diameter and 1 meter in length. Okay. أنا في عندي round casting بالشكل هذا. Okay. ال diameter تبعتها 0.2 وال length تبعتها اللي هي 1 meter. Another casting of the same metal is elliptical in the cross section with a major to minor axis ratio of اللي هو 2 فهذه elliptical اوكي لها نفس اللينث ونفس الماتيريال الابعاد تبعتها انا بعرف انه they both have the same cross sectional area اوكي فهي الليبت له اللي هو major وminor والريش between major and minor هي 1 to 2 okay both pieces are cast under same conditions what the difference solidification time of the two casting the solidification time equals c في volume over اللي هي surface area تربيع هلا both have the same volume لأنه volume equal a في l Okay, we both have this. The both have the same C, لأنه the same conditions. Okay, فال difference هو في surface area. Okay, surface area لل round casting اللي هو المساحة الدائرة اللي فوق ومساحة الدائرة اللي تحت يعني two faces والمساحة الجانبية اللي هي محيط الدائرة في الطول. بالنسبة للellipse هو برضو مساحة الالبس اللي فوق مضروب في اثنين لانه up and down وفي المحيط ضرب الطول اوكي طيب هلا بدنا نحكي انه الاريا اوف ذا سيركل هي باي ار سكوير ايكوالز الاريا اوف ذا الالبس اللي هي باي اي B. بس أنا بعرف إنه الميجر let's say B A equals 2 B. فبالتالي this equals by في 2 B square. بالتالي ممكن نشطب الباي وال B will equals جذر R square over 2. R اللي هي نصف القطر هي 0.1 square قسم 2 الكل تحت الجذر بيطلع معاي this equal 0.07 let's say 1 اوكي
متر. فB سوري A will equal اللي هو this multiplied by 2 اللي which equal 0.141 متر. فأصبح عندنا A و B، فبدنا نحسب اللي هو السيرفس اريا. بالنسبة للراوند شيب A سيرفس للراوند it equals اللي هو 2 محيط الدائرة أو let's say 2 sorry الفيسز by R square زائد محيط الدائرة اللي هو 2 by R محيط الدائرة أو by D في length which equals ال 0.1 تربيع ضرب 2 ضرب by which equal 0.063 plus 2 by R اللي هو 2 في by في 0.1 ضرب L اللي هي 1 اللي هي 0.628 and all of this equal 0.628 plus 0.0 تأكد بس اني حليتها صح 0.0 square في y في 2 yes 0.063 plus 0.628 طلع عندي اللي هي 0.691 متر كيوب سكوير سوري. هلا الاريا تبعت السيرفس اريا تبعت الاليبتيكال اللي هو اللي له تو اليبتيكال فيسز والايكوال اللي هو ال2 باي اي بي زائد السيركمفرنس تبع الاليبس اللي هو عبارة عن 2 باي في جذر A سكوير زائد B سكوير على 2 في L. فall of this will equal اللي هو 2 في باي في ال A 0.141 في B 0.071 okay which equal 0.063 okay اللي هيختلف اللي هو ايش راح يختلف راح تختلف المساحة الجانبية لانه احنا عارفين المساحة الاوجه r equal المساحة الجانبية اللي 0.141 square plus 0.071 square قسم 2 ضرب 2 باي ضرب L اللي هي 1 اوكي 2 باي او سوري 0.141 سكوير بلس 0.071 سكوير قسم 2 تحت الجذر تحت الجذر اوكي ضرب 2 باي اوكي فات ايكوال 0.701 فالتوتال اللي هي بدها تكون 0.701 plus 0.063 عبارة عن 0.764 فمساحة الإليبس أكبر التوتال الكاست اللي لها الإليبتيكال فيسز أكبر من الكاست اللي لها السيركلر فيسز هاي 0.691 وهاي 0.764 فبالتالي لو بدي أسوي comparison in between اللي هو شو الريشيو تبع ال time solidification time هلا which one will solidify first اللي لها المساحة الأكبر فاللي solidification time تبع الإليبس
اوكي اوفر السولدريكيشن تايم تبع السيركلر او الراوند والايكوال عندنا سي و في اوفر السيرفيس اريا او الاريا سيرفيس سكوير، بالتالي هذه بتشطب لانهم ايكوال كل هذول، فراح تصفي انا عندي اللي هو السيرفيس اريا الراوند تربيع على السيرفيس اريا الاليبتيكال تربيع which equals ال 0.764 سكوير قسمه 0.691 سكوير، ف 1.222 او 122%، يعني بلس 22% مور تايم، يعني 22% مور تايم فور اللي هو السوليفيكيشن اوف البيس اللي إلها اللي هو الاليبتيكال فيسز. A 100 مليمتر ثيك سكوير بليت and a right circular cylinder with a radius of 100 and a height of 25 millimeter have the same volume إلهم نفس الفوليوم. If each is to be cast with the use of a cylindrical riser, which part require the same riser to ensure which part will require the same size riser to ensure proper feeding? Okay, is to be cast with the use of cylindrical risers, which will each part no so sorry will each part require the same riser to ensure proper feeding? The size of riser depends on solidification time. Okay, both each okay the expectation in both are made of the same material. Okay, والفوليوم is the same، بالتالي ال difference راح يكون في ال برضو في ال surface area. Okay، هلا عندنا ال round هي عبارة عن الشكل هذا، والسكو اللي هو عبارة عن إيش؟ 100 radius وهاي 25. فأكشلي الشكل هذا مش مناسب، هو الشكل كالآتي، إلها radius كبير أوكي وإلها هاي صغير، فهذا 25 وهذا radius اللي هو 100، بالتالي الفوليوم والإيكوال اللي هو by r square في اللي هو ال height which equals 100 تربيع في by في 25 which equals 785,400 مليمتر كيوب. بالنسبة لل square هو معطيني الثيكنس تبعته، اوكي ف it is a square، مش عارف ابعاده 100% بس عارف انه this equal to that، ف this is a and this is a، والثيكنس تبعته اللي هو 100، بس لانهم لهم اثنين نفس الفوليوم ف this will equal 100 في A square، فبالتالي A will equal اللي هو 785,400 قسمة 100 جذر ال answer، ف A will equal 88.6 millimeter. اوكي طيب هلا بدنا نحسب ال surface areas. بالنسبة للكيوب الكيوب سيرفيس اريا اللي هو انا في عندي الوجهين عبارة عن A تربيع اللي هو ها العلوي والسفلي، والأوجه الثانية كلها عبارة عن 100 في A، ففي أربع وجوه الكيوب سيرفيس اريا سيرفيس اوف كيوب اللي عبارة عن 88.6 تربيع ضرب 2 زائد الأربع وجوه الثانية عبارة عن 4 في 100 في
88.6 which equals 2.6 تربيع ضرب 2 زائد 4 في 100 في 88.6 بيطلع عندنا السيرفيس اريا 51,140 مليمتر سكوير. بالنسبة للسيرفيس اريا تبعت السيرفيس اريا تبعت اللي هو الرايت سلندر او الرايت سيركل سلندر، اوكي، هي عبارة عن مساحة الدائرة في 2 of the circular، هذا كيوب اوكي، هذا السلندر which equals اللي هو 2 by في 100 تربيع زائد اللي هو 2 by r اللي هو المحيط في 100 في الطول هو 25 and all of this equal 100 تربيع ضرب 2 ضرب باي زائد 2 في باي في 100 في 25 اوكي وتطلع انا عندي أتأكد 100 تربيع في باي في 2 20,000 باي زائد 2 ضرب باي ضرب 100 ضرب 25 أطلع عندي زي ما طلعت الفوليوم بالضبط تقريبا 78,400 مليمتر سكوير. فبالتالي اللي إله الأريا الأكبر اللي هو السلندر will solidify before اللي إله الأريا الأصغر اللي هو الكيوب. أوكي؟ It's not a cube actually. هي إلها اللي هو square faces بس the other faces are rectangle. لا شو هي الريشيو؟ راح تكون كالآتي اللي هو أنا عندي ال solidification time تبعت ال cylinder على ال solidification time تبعت let's say اللي هو الكيوب أو الشبه الكيوب الريكتانجلر. أوكي راح تكون عبارة عن ال area 78 سوري العكس الكيوب نو نحكي عن الكيوب will solidify later اوكي الكيوب هذا السلندر فهي الاريا تبعت السلندر تربيع 78,400 اوكي تربيع على 51,140 تربيع اوكي which equals 78,400 تربيع قسمة 51,140 تربيع which equals 2.35 يعني الـ solidification time تبع الكيوب هو 235% من الـ solidification time تبع السلندر فمعناته it is plus 135% من التايم تبع اللي هو السوفيكيشن تايم تبع السلندر اوكي طيب assume that the top round the top of a round sprue has a diameter of 75 millimeter and is at height of 150 millimeter from the runner اوكي فنفترض هذا السبرو اوكي this is sprue اوكي هلا له فوق الدايامتر 75 مليمتر وتحت له دايامتر اللي هو 6 مليمتر ارتفاعه اللي هو 150
بيست اون ايكويشن 10-5 اللي هي 10-5 بتحكي انه الهايت او الاريا 1 على الاريا 2 equal square root of ال H2 على ال H1. اوكي plot the profile of the sprue diameter okay as a function of its height. هلا هو معطيني الهايت من تحت لفوق، بس هاي المعامله تتعامل مع depth، فهو الهايت من تحت من فوق لتحت. فا actually ال 150 it's not H1، ال 150 هي H2. اوكي هلا راح نعتمد على المعادله من تحت مش من فوق، لانه فوق بيكون مرات اوسع كثير لانه it's a pouring cup. بنعتمد على المعادله من تحت لفوق وبنشوف اللي هو ال areas او ال او الديامترز كل ما بطلع لفوق. هلا هذا اللي هو رينج اوف 150 على اعتبار انه الفوق قديش اتش 1 بدها تكون نعتبرها صفر. اوكي فبدنا نطلع من 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 تحت لفوق، فمن تحت لفوق شو بصير بالاتش؟ بتضلها الاتش تصغر من تحت لفوق، كل ما بطلع من تحت لفوق الاتش بتصغر. اوكي فاي وانت تو بلوت دي اللي هو الدياجرام. اوكي خلينا ناخذ intervals of 50 اريس، او ممكن intervals of 10، بس يعني intervals of 50 ممكن تكون، او خلينا نستخدم اللي هو let's say خلينا نحسب بس عند ال 50 وبعد هيك نستخدم الاكسل. اوكي هلا انا عندي اللي هو زي ما حكينا هون سوري انا عندي هون اللي هو البوتوم، هون عند التوب هذه 150 وهذا صفر، فهون let's say at 50. إذا هون الديامتر كان 6 قديش هون الديامتر؟ فأنا عندي الاريا 1 على الاريا 2 equals جذر h 2 على h 1 اعتبار انه ال 1 هي التوب و2 هي ايش؟ البطن. فانا اريا 2 equals باي على 4 d square which equals اللي هو 6 تكعيب ضرب باي قسمة 4 اللي هي 28.27. اوكي هلا لما نطلع لفوق 50 بتصير قديش؟ بتصير هي بتصير 100، انا اسف بتصير 100. This is 100 this is 50. بدي احسب اللي هي ال 100. فالاريا 2 will equal اللي هو سوى هذه هون وهذه بتروح هون اللي هي عباره عن الاريا 1 ال 28 سوري احنا نحسب الاريا 1 اعتبار الاريا 1 هي اللي فوق. اوكي معناته بس نطلع الاريا 2 للجهة الثانية، فالاريا 1 will equal اللي هي 28.27. اوكي ف this is the equation على جذر h2 اللي هي ثابتة 150، h1 اللي بقدرها تتغير، h1 اللي بقدرها تتغير اللي هي قديش؟ in my case اللي هي 100. this is the area. بالنسبة للديامتر diameter عبارة عن إيش؟ all of this قسمة by okay ضرب أربعة تحت الجذر. okay فبالتالي الأربعة ممكن نطولها لهون وتصير اثنين. اوكي ففي عندنا this equation بنطبقها عند اي نقطه بتعطيني الديامتر. اوكي فبالتالي الديامتر عند ال100 وال equals اللي هو ال150 قسم 100 تحت الجذر ضرب 28.27
0.27 خصمة باي تحت الجذر ضرب 2، تطلع لي 6.64 تقريبا اللي هو مليمتر. لو نيجي نستخدم هاي الإكويشن أوكي في الـ الـ في الإكسل فديسكارد نسوي اللي هو شير فول سكرين نفتح إكسل أوكي فأنا عند من تحت لفوق أوكي فهاي 150 وهون 140 أوكي هذا من تحت لفوق هون اللي هو ال اسحب نكملها للصفر أوكي هذا التوب وهذا البوتوم أوكي كالآتي كان هون الديامتر اللي هو عبارة عن 6 هون الديامتر بده يكون 2 في سكوير روت اوف ال 28.75 كانه 28.75 قسمه تل باي اوكي ضرب اللي هو السكوير روت تبع ال 140 او ال 150 قسمة ال 140 اوكي ف اسحب هاي لتحت عشان نتأكد 6 كانت معناته 7.3 كان أو كانت 7.7 let's see تظهر معناته مش 28.7 28 let's see 0.5 28.3 اوكي 28.2 اوكي 28.27 let's say 28.6 كانت زي هيك 28.27 اوكي 275 بالضبط اوكي فبنشوف انه بظهر حسبنا عند المية طلعت 6.6 عند المية تقريبا طلعت 6.64 يس اوكي اللي بضل بس عند التوب بعطيني wrong answer لأنه height هون صفر بس we were given إنه at the top the diameter was 75 millimeter okay طيب okay بنرجع بنكمل الأسئلة هون pure aluminum معطيني the density rho 2700 sorry 2700 كيلو جرام over meter cube معطيني الفيسكوسيتي نيو اللي هي 0.0015 نيوتر نيوتن في سكند over meter square وهذه equals كيلو جرام في متر كيلو جرام over meter per second أو meter multiplied per second meter second يعني is poured into a sand mold the metal level and the pouring basin 200 millimeter above the metal level in the mold and the runner is circular it was 7.5 millimeter diameter okay what are the velocity and the rate of flow of the metal in the mold is the flow turbulent or laminar okay هلا الفيلوسيتي بنجيبها من اللي هو من من هذا القانون v equals c في 2g في h ناقص x okay this is the velocity هلا c if not specified بعطيها القيمة c في 2g
اوكي في اتش ناقص اكس. هلا سي از نوت سبيسيفايد، بعطيه القيمه اللي هي 1. ال 2 جي اللي تسارع الجاذبيه الارضيه 9.81. اكس برضه از نوت سبيسيفايد، بس انا بعرف اتش اللي هي 200. اوكي فباخذ اكس اللي هي 0، بتصفي انا عندي هون 200. فالفيلوسيتي ويل ايكوال 2 في 9.81 ضرب 200 كله تحت الجذر، بيطلع عندي الفيلوسيتي 62.64 متر بير سكند. نو سوري انا ضربت، لازم تكون 0.2 عشان تطلع معي متر. يس خليني اعيد، انا حسبتها مليمتر. ف it is 2 في 9.81 في 0.2. اوكي جذر الانسر بتطلع معي 1 point sorry 1.98، يعني roughly 2 meters per second. اوكي طيب what is and rate of flow. هلا ال rate of flow اللي هو q اللي equals v في a، فبالتالي اللي هي 2 في a اللي هي باي r سكوير، باي r سكوير اللي هي انا عندي ديامتر 7.5، بس هون بدي عشان احول اخذها في المتر، ف 0.0075 قسم 2 اللي هي عشان احولها لمتر. اوكي لراديوس سكوير في باي في 2 بطلع معي 8.84 متر، لا في 10 أس سالب 5 في اللي هي متر متر سكوير بير سكند. هلا عشان احولها لمليمتر بضرب في 1000 في 1000 بتطلع اللي هي 88.4 مليمتر سكوير بير سكند. اوكي طيب بس انا يعني تفرقش خليها، لانه هون ماخذ اللي هو وحدات كلياتها مترز فبعتمدها. هلا is the flow turbulent or laminar؟ بدنا نضطر نحسب اللي هو ايش؟ ال Reynolds number. اوكي erase all. ال Reynolds number equals اللي هو ال V في رو في D، القانون في D في رو على نيو. اوكي في رو في D على نيو. which equals التنين في 2700 كيلو جرام. اوكي في الديامتر، بس بدي اخذ الديامتر في المتر، في 0.0075 على نيو اللي هي 0.0015 which equals 2 في 2700 في 0.0075 قسمة 0.0015 بطلع 27,000 اللي هي Reynolds number which means it is turbulent، لأنه above 20,000 زي ما اتفقنا بدها تكون turbulent، أقل من 2,000 بتكون laminar، between 20,000 and 2,000 بتكون a mixture of laminar and turbulent. okay cylinder with a diameter of 40 millimeter and a height of we have the diameter. It is a cylinder. لها circular cross section ولها اللي هو length of height 80 millimeter. The solidification time was 3 minutes. What is the solidification time if the cylinder height is doubled? What is the time if the diameter is doubled؟ يعني أول إشي الهايت
دبلد وبعدين الديامتر دبلد. اوكي نرجع لمعادلة اللي هو خلينا نرسم السلندر. السلندر كالآتي: This is the cylinder. إلها 40 متر diameter, 40 مليمتر diameter, وإلها height of 80 okay مليمتر. فالsolidification time E equals 3, which equals اللي هو C في volume على على اللي هو surface area أو area area surface area the square. اوكي هلا if we double height راح يتغير both area وال both راح تغير الاريا وال surface area والفوليوم, وبرضه if we doubled ال diameter راح تتغير برضه الفوليوم وال surface area. الكيس A اللي هو doubling of الهايت, الهايت ضرب 2. اوكي هلا انيشال قديش كانت الفوليوم؟ كانت الفوليوم اللي هي باي ار سكوير اللي هو ال 20 تربيع ضرب باي ضرب 2, كانت عبارة عن ال 800 باي في 80 which equals ضرب 80 اللي هي 201,070 مليمتر كيوب. قديش كانت الاريا السيرفس اريا انيشيالي؟ اوكي اللي هي بدها تكون ال 800 باي برضو ضرب 2 لانه ال 2 فيسز, فبتصير 1600 باي زائد 2 باي ار اللي هي 40 2 باي ار اللي هي او 40 باي اللي هي الديامتر في 40 باي. اوكي 40 باي في الطول اللي هو 80. اوكي فهو 3200 باي. لا فكرة ممكن نخليهم كلياتهم مدارات باي بيكون اسهل لنا. اوكي فانا عندي 800 في 80 اللي هو 64,000 آسف 64,000 باي, والأريا إنيشيالي كانت اللي هو 1600 زائد 3200 اللي هي 4800 باي. بس هذه مليمتر كيوب وهاي مليمتر سكوير. أوكي فبالتالي V initially V على AS square equals اللي هو 64,000 قسمة 4800 هذا square, فهذا equal 177.78. اوكي قسمة او ضرب C equals 3, وبالتالي C equals 3 قسمة 177 ألف V square في C 3 seconds 3 seconds 3 minutes 3 minutes 3 minutes اللي هي equals sorry 3 minutes 3 minutes اللي هي 3 في 60 3 في 60 180 سوري 180 180 فسي اللي هي حوالي 180 على 177 قسم 177.78 فسي أرى اللي هي 1.0125. اوكي فذس از سي اكوردنجلي بنقدر نحسب اللي هو when ال height doubles. هلا لما ال height doubles خلينا نحتفظ في سي. لما ال height doubles شو بده يصير؟ بده يتغير اللي هو تغير هاي تبطل
تصير 160. اوكي، ف800 ضرب 160 اللي هي بدها تصير 128,000. 128,000، وبدها تتغير ال هاي تكون 40 باي في 160، تصير 6400. فهذه بدها تتحول ل 6400 زائد 1600 اللي هي 8000. 8000. ف في قسم A سكوير والإيكوال اللي هو 128,000 قسم 8000 سكوير. أوكي، ضرب سي 1.0125. ف in case of C راح يتحول التايم، يعني initially it was 3 minutes اللي هي 180 seconds، صار 260 seconds اللي هي around قسم 60 اللي هي 260 قسم 60 اللي هي 4.33 minutes. طيب هلا في كيس انه كيس بي، اللي هو كيس بي انا في عندي الديامتر دبلز دي دبلز. هلا برجع هذه اللي هي 80. اوكي، بس راح يتغير اللي عندي this will double، فالديامتر من 40 راح يصير راح يصير 40 راح يصير 80. فال r square اللي هي بدها تكون 40 تربيع، فهذا بتصير 1600. بتصير 1600. اوكي، وهون 1600 ضرب 2 بتصير هذه 3200. 3200، وهون عبارة عن الألف بدي أطلع السيركم، هذه في 80 اللي هو باي في الديامتر صار 80. أوكي، الديامتر صار 80 في 80. أوكي، هذه بتصير اللي هي 6400. حلو. طيب بالتالي أنا عندي 1600 ضرب 80، أشوف إنه الفوليوم when I double the diameter نفس الشيء، بس بالنسبة للسيرفس أريا اللي هو أنا عندي 3200 زائد 6400، أوكي صار 9600. 9600 which means V over اللي هو surface area الكل سكوير والإيكوال 128,000 قسمة 9600 تربيع equals okay تربيع okay ضرب 1.0125 تطلع اللي هي 180 ضرب C later on فبتصير 180. اوكي، 180 180 second. اوكي، 180 second which is اللي هو 3 minutes. Why is that؟ لأنه أنا عندي السيرفس إيريا برضو زادت بريشيو شبيهة بالريشيو تبع زيادة الفوليوم، بس in case of the height السيرفس إيريا ريشيو أو زيادة السيرفس إيريا كانت أقل
من اللي هو الفوليوم منها في الكيس اوف الدبلينج دايامتر، فمشان هيك زاد الوقت. اما في الكيس بي لما زاد دبل دايامتر ضل اللي هو التايم از ذا سيم، ما زادش. اوكي طيب، the volume flow rate of material into a mold is 0.02 meter square per second. The top of the sprue has a diameter 20 millimeter and its length is 200 millimeter. What diameter should be specified at the bottom of the sprue to prevent aspiration? What is the resultant velocity and Reynolds number at the bottom of the sprue if the metal is being cast is aluminum with viscosity? Okay. هلا بضل بدنا اللي هو احنا عندنا الفيسكوسيتي اللي هي نيو، بس بضل بدنا ايش؟ بضل بدنا الدنسيتي. فالالومنيوم مولتن دنسيتي، الالومنيوم مول مولتن دنسيتي اللي هي 2.375 جرام لسنتيمتر كيوب. اوكي فبالتالي نحولها لكيلو جرام لمتر، فبنضرب في 100 في 100 بنقسم على 100، فبتصفي 237 ونص. نضرب سوري بألف، نضرب في سوري نضرب في مية في مية في مية قسم ألف، معناته ان توتال نضرب في ألف بتصير اللي هي 2375. اوكي 2375 ليش؟ لأنه الكيلوغرام هو 1000 جرام، بس السنتيمتر الواحد هو 1 على 100 من المتر، عشان هيك نضرب في 100 في 100 في 100 وبنقسم على 1000، فانت بتطلع معي 1000 2700 2375 كيلوغرام لكل متر كيوب. طيب فهيك بيكون عندنا كل المطلوب. Okay, the volume of flow rate of metal into the mold is 0.02. The top of the sprue has a diameter 20 and its length is 200 millimeter. What diameter should be specified at the bottom of the sprue to prevent aspiration? What is the resultant velocity and Reynolds number at the bottom of the sprue if the metal being cast as aluminum with viscosity 0.004 newton second over meter square. طيب اوكي، فانا عندي اللي هو طبعا this is the sprue. اوكي الهايت تبعته حكينا اللي هو 200 مليمتر، خلينا نتعامل مع الميترز، وبالتالي الهاي تبعته بدها تكون قديش؟ 0.2. اوكي بعدين هون الرنر وهون الديامتر اوف ذا رنر. اوكي طيب الفلو ريت كيو ايكوالز 0.02 متر كيوب بير سكند. What diameter is the bottom of the sprue? Okay. Okay, okay. طيب هلا ال velocity will equal اللي هو c في 2g في h ناقص x، نعتبر c واحد و x بنعتبرها صفر، فبالتالي
ال velocity will equal to حسبناها قبل شوية من نفس المعطيات. اوكي 2 في سوري 2 بي 9.81 في 0.2 طلعت معنا around 2. فمعناته هون ال area will equal 0.02 قسم 2. فال area is 0.01 meter square. فالديامتر تبعت الرنر اوكي الديامتر تبعت الرنر اللي هي 0.01 قسمة او ضرب 4 قسمة باي جذر الانسر. اوكي الديامتر بيطلع معنا 0.11 متر which is too large. خلينا نتأكد .02 متر per second قسمة 2 متر per second 2.9.81 في 0.2 جذر الانسر يس ف 0.02 قسم 2 اوكي this is the area which equal 4 باي 4 لا باي على 4 واضربها في 4 بقسم على باي جذر الانسر يس 0.11 متر مليمتر 0.11 متر فهي 110 ف 11 سنتي ديامتر which is لا بس 11 سم 11 لا مش 11 سنتي 0.11 متر يس 11 سنتي 11 سنتي 100%. طيب اوكي الفلوريت شكله عالي شوي بس مش مشكله. هلا this is one part of the question. منه بنحسب الرينولد نمبر اوكي ف احنا حكينا 2375 فالرينولد نمبر وعباره عن الفيلوسيتي 2 في 2375 في الديامتر 0.11 على ال 0.004 which equals يطلع معنا رقم كبير في 2375 اوكي 0.11 قسمة 0.004 تطلع 130,625. اوكي is it reasonable is it reasonable. طيب 130,000 2375 منطقية الدنسيتي لانه الدنسيتي of meter square of water 1000 فالألمنيوم اكيد انه اتقل. اوكي تالي بيكون افضل لو الفلو ريت بتكون 0.002 بتطلع هاي 0.01 وهي 0.01 بتطلع 113,062.5 فبتكون بتوين لامينر اند تيربلنت. اوكي هلا هذا شق من السؤال. الشق الثاني انه قديش لازم تكون ال 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 الديامتر هون. اوكي قديش لازم يكون الديامتر to prevent aspiration إذا كان
إذا كان what prevent aspiration, إذا كان the top sprue has a diameter of 20. Yes, إذا كان 20. Okay. اوكي هلا معناته هون الهايت لازم نبلش من من المولتن، فهون الهايت عبارة عن اكس زائد اكس الهايت اللي هو هايت equals height 1، والهايت 2 اللي هو اكس زائد خلينا ناخذها بالمليمتر. اوكي اكس زائد 200 equals h2. اوكي انا وصف عندنا معادلتين مجهولين، فليتس اسيوم هذا لانه هذا السؤال راح يعتمد على الهايت اوف مولتن، فليتس اسيوم انه الهايت اوف مولتن ات ذا توب واز قديش، الهايت اوف مولتن ات ذا توب ليتس اسيوم ات واز فور اكزامبل ten millimeters. لا it's 50 millimeters. اوكي بيطلع معانا الهايت واحد اللي هو الهايت سوري الهايت 150 والهايت 2 will equals 250، بالتالي الاريا 2 القانون area 1 على area 2 will equal جذر h2 على h1، بالتالي area 2 will equals اللي هو area 1 اللي هو 20 مليمتر باي على 4 في 20 سكوير ضرب اللي هو 250 على 50 تحت الجذر، فالاريا 2 will equal اللي هو 20 سكوير ضرب باي قسمة 4 ضرب جذر 250 قسمة 50 بيطلع اللي هو 702.5، بالتالي diameter 2 will equal اللي هو 702.5 ضرب 4 قسمة باي وجذر الانسر. انا غلطت سوري، هذه لازم العكس العكس، هذه راح تكون اوفر 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 فيس في الاريا 2 مفروض انها تصغر مش تكبر، فهي 20 سكوير قسمة 4 ضرب باي قسمة جذر 250 قسمة 50 بتطلع 140.5. سوري طيب كنا احنا عند السبرو. اوكي فطلعت الاريا 240.5 مليمتر سكوير، فمعناته دي سكوير what's the diameter دي سكوير is اللي هو 140.5 ضرب 4 قسمة باي جذر الانسر بيطلع معنا 13.375 ملي متر. اوكي بس هذا اكيد بيعتمد على الهايت اوف مولتن. اوكي احنا اخذناه هون اعتبرناه it should be mentioned، بس احنا اعتبرناه قديش؟ اعتبرناه اللي هو 50 ملي متر الهايت اوف مولتن. اوكي اريس اريس اول. اوكي A rectangular mold with a dimension of 100 okay 100
400 مليمتر يعني and this is 100 this is 200 okay well, this is 400 هاي اللي هي الكافيتي okay 100 200 وهون 400 is filled with copper with no superheat ف initially بدنا نحكي عن copper و determine the final dimension of part as it cools to room temperature repeat the analysis of gray cast بعدين نحكي عن gray cast هلا الكبر بتعرض لايش ل contraction as it cools والgray cast بتعرض لايش ل expansion هلا الفوليوم initially اللي هو عباره عن 100 في 200 في 400 اللي هي بتطلع عندي 8 مليون مليمتر اوكي ملي متر كيوب 0 0 0 0 1 2 3 4 يس 8 مليون ف in case of copper راح يصير في contraction فبدل ما هو 8 مليون راح يصير اللي هو عبارة عن بضرب 8 مليون في 100 ناقص 4.9 اوكي قسم 100 فان كيس اوف كبر راح يصير 7 مليون و 608000 مليمتر كيوب والكيس تبعت الجري ايرون راح يكبر مش راح يصغر فراح يصير اللي هو عبارة عن 8 مليون اوكي ضرب المية بلس 2.5 يعني 102.5% بدي اضربه قسم 100 فراح يصير انا عندي 8 مليون و 200 الف هاي الفوليوم اللي هي at the end of solidification وهي الفوليوم at the end of solidification من هذه برضو مليمتر كيوب هلا قديش راح تصير الابعاد انا كانت الابعاد initially 100 200 و 400 اوكي لو اخذنا انه الريشيو عندي 1 ل 2 ل 4 اوكي فالفوليوم بالنسبه للسمولر دايمنشن هو عباره عن ايش 1 اكس في 2 اكس في 4 اكس اللي 8 اكس كيوب بالتالي X here اللي هو طول أصغر ضلع راح يكون أنا عندي 7 مليون و 608,000 أوكي بدي أسوي لها جذر أقسمها على 8 سوري أقسمها على 8 وأسوي لها جذر تكعيبي يعني هذا وال equal 8 X تكعيب وهذه وال equal 8 X تكعيب بقسمها على 8 وبلاقي الجذر التكعيبي فبتطلع عندي هون ال smaller بدها تكون 98.34 فبالتالي هذه بدل ال 100 بدل ال 200 قديش راح تصير هي 2x اللي هي this multiplied by 2 196.68 وبدل ال 400 اللي هي 4x ايش بدها تصير؟ اللي هي ضرب 2 برضه 393.36 طبعا كلياتهم مليمتر 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 طبعا بشوف انهم صغروا بدل ال 100 98.4 وبدل ال 200 196.8 وبدل ال 400 393.6 بالجري كاست ايرون راح يصير العكس اوكي فانا عندي this equals اللي هو 8 اكس تكعيب اوكي فبالتالي اكس will equal اللي هو 8 مليون و 200 الف قسم 8 الجذر التكعيبي للانسر بيطلع عندي 100.2
8.3 مليمتر مليمتر، هذا بدل المية، بدل الميتين 2x، فبضربها في 2 بتصير 201.65 مليمتر، وبدل 400 برضه بضربها في 2 بتصير 403.31 مليمتر. اوكي طيب، the constant C in Chvernov's rule اللي هو solidification time is given as 3 second per millimeter square and is used to produce a cylindrical casting with a diameter of 50 millimeter and height of 125 millimeter. Estimate the time for the casting to fully solidify. The mold can be broken safely when the solidified shell is at least 20 millimeter. Assuming that the cylinder cools evenly, how much time must transpire after pouring the molten metal before the mold can be broken? هلا طالب مني معناته شغلتين، اوكي؟ solidification time will equal اللي هو C ضرب اللي هو الفوليوم، اوكي، على الاريا، اوكي، هذا كله تربيع. هم اعطيني اياها اللي هي 3 seconds per millimeter، اوكي، فمعناته بدي اعتمد اللي هو المليمتر، فبخلي الفوليوم في المليمتر والاريا في المليمتر، اوكي. على الفوليوم will equal اللي هو الاريا، اوكي، الاريا في الهايت، اوكي. الاريا انا عندي اللي هو باي او الدايامتر سكوير ضرب باي قسمة 4 ف625 باي، اوكي، في 125 which equals ضرب 125 which equals 78,125 باي. الاريا اللي هي بدها تكون عبارة عن ال 625 هاي ضرب 2، 625 ضرب 2 اللي هي 2250 باي، زائد ال diameter في باي اللي هو 50، اوكي، في باي في 125، اوكي، فهي 6250 باي، اوكي، which equals زائد 2250 ليس 7500 باي. بالتالي V over A اللي هي 78,125 باي قسم 7500 باي will equal اللي هو 125/12 أو 10.4 الكل تربيع. طبعا هذه مليمتر سكوير وهي مليمتر كيوب، بس أنا بخلي مليمتر لأنه أنا أصلا عندي C في المليمتر، أوكي، ف اللي هي 10.4 سكوير ضرب 3 بيطلع عندي 325.5 سكند، وبدي اقسمها على 60 بتطلع اللي هي 5.425 minutes. This is the time to full solidify. Okay. بس لو حكيت the mold can be broken safely when the solidified shell is at least 20 millimeters. هلا معناته أنا بدي أسوي اللي هو إيش؟ ال أحسب الفوليوم. ليش؟ لأنه the solidification surface مش راح يتغير. بس أنا بدي أحسب الفوليوم. Okay. الفوليوم الجديد solidification surface هو هو، بس الفوليوم بديش استنى كل الفوليوم،
بدي استنى اللي هو ايش؟ بس 20 مليمتر. طيب هلا كيف نحسب هاي ال 20 مليمتر؟ بدنا نحسب اللي هو الفوليوم او اللي هو الفوليوم اللي ما راح يصير له ايش؟ سولديفيكيشن او اللي راح يضل مولتن افتر اللي هو المولد اوف الشيل اوف 20 مليمتر. اوكي؟ فال 20 مليمتر راح تنقص الهايت. اوكي؟ بدل ما هو 125 راح ينقص من فوق ومن تحت، راح يصير قديش؟ ناقص 40 اللي هو 85 صح؟ 85 يس، 125 ناقص 40 85، والديامتر بدل ما كان 50 راح ينقص 20 من هون و20 من هون. اوكي؟ الديامتر راح ينقص 20 من هون و20 من هون، اللي هو قديش راح يصير؟ بدل ما كان 50، لا الديامتر يس 20 من الجالين، فراح يصير اللي هو 10. اوكي؟ فبدي احسب اللي هو الفوليوم الداخلي. اوكي؟ لانه هذه راح تكون وين؟ هاي راح تكون، هاي راح تكون في السنتر هون. اوكي؟ راح تكون هاي في السنتر، بدي اطرحها من الفوليوم الاولانيه اللي هي هاي الفوليوم. فهذه تكون اللي هي 10 ديامتر في باي قسمة 4، 10 قسمة 4 سوري 10 تربيع قسمة 4، فهي بدها تصير الفوليوم الصغيرة السمول اللي راح ضلها مولتن، اللي هي 25 باي في 85 which equals 25 في 85 2125. اوكي 2125 باي. لو بدي اطرح الفوليوم اوكي نشطب هذه، فهذه كانت 325.5، فنسجلها هون على الجانب 325.5 seconds. الجديدة قديش تصير؟ اللي هو الفوليوم على الفوليوم. سوري انا عندي كان الفوليوم 87 1125، بدي اطرح منه 2125، بالتالي الفوليوم مش كثير نقص. الفوليوم الجديد اوكي صار قديش؟ سي اللي هي 3 في الفوليوم الجديد، بدل 78125 صار 76000 باي على 7500 كل تربيع. This equals 7600 قسمة 7500 اوكي تربيع ضرب 3 ف 308 seconds. يعني كلها تو سولديفاي بدها 325.5 سكند. السولديفيكيشن اوف ذا 20 مليمترز بده 308 مش 300.8 308، فمعناته اتس نوت ا بيج ديفرنس بصراحه. 308 يعني الديفرنس اقل من 20 سكندز، فهي السولديفيكيشن الايرلي سولديفيكيشن اكيد انه takes more time than the later solidification. اوكي سبرو از 300 ملم لونج اند هاز ا ديامتر اوف 125 ملم ات ذا توب. ذا مولتن ميتال ليفل ان ذا بورينج بيسن which is much larger than the top of the sprue is taken to be هون 75 ملم، فبالتالي 300 و 125 75 from the top sprue design. If the flow rate of 650 millimeter is to be achieved, what should be the diameter of the bottom of the sprue? Will the sprue aspirate? Okay. Okay. طيب. هلأ ال total راح يكون ال total
التوتال هايت اوكي بده يكون اللي هو 300 زائد الديش زائد زائد ال 75. فالفيلوسيتي بدها تكون قديش؟ اللي هو سي في 2 جي اتش ناقص اكس اوكي، واللي هي هاي واحد وهاي بنعتبرها صفر، فبالتالي هاي عبارة عن جذر ال 2 في 9.81 في ال 0.375 which equals ال velocity تحت راح تكون equals 2 في 9.81 ضرب 0.375 which equals ال velocity هنسجلها هون velocity will equal 7.3575 meter per second. Okay. اوكي الفلوريت داون ذير اوكي الفلوريت اللي هو كيو ايكوالز فيلوسيتي في اي، فبالتالي انا عندي 650 مليمتر سكوير 650 مليمتر سكوير اوكي equals the velocity بدي احولها لمليمتر راح او خليني ارجع احول اللي هو المليمتر سكوير احولها ل خليني احول اخليها مليمتر، فبالتالي يس مليمتر ال velocity اللي هي 7.3575 بضربها في 1000 عشان احولها لمليمتر في a، فبالتالي a will equal ال 650 قسمة 7357.5 اوكي، فا it equals 0.088 مليمتر سكوير اوكي. If the flow rate is to be achieved 650 مليمتر اوكي، هذه انا عندي حسبتها طيب 7.3575 قلت له مليمتر this is مليمتر سكوير، فدي will equal اللي هو الاريا الاريا ضرب باي الاريا ضرب 4 قسمة الباي جذر الانسر، بعد الديامتر بده يكون 0.335 مليمتر which is not logical بصراحة. في شيء غلط، خلينا نتأكد what should be the diameter at the bottom of the screw if the flow rate of 650 millimeters per second is to be achieved. اوكي احنا حسبنا السرعة طيب velocity 7.35 اللي هو عبارة عن سبرو لونج زائد الايش ال 75 مليمتر from the top of the sprue for example if the flow rate is to be achieved what should be the diameter at the bottom of the sprue. اوكي هو مش طالب مني لامينر او طيب مش اشكال اوكي خلينا اوكي نرجع نحسب اللي هو ايش اوكي
نحسب ال diameter تحت at the end of this pro. This is this pro. Sorry. This is this pro. أي هون 300 مليمتر. هون المولتن هايت 75 مليمتر. أوكي. ديامتر هون 125. قديش الديامتر تحت؟ أنا عندي الأريا 2 والإيكوال أريا 1. H2 على H1. والأريا 1 اللي هي إيش؟ ال 125 في باي 125 تربيع ضرب باي قسمة 4 1200 12272 على جذر H2 اللي هو 375 على 75. بالتالي this equals قسمة جذر ال 375 قسمة 75. ف 5488. فالديامتر تحت at the end of this pro والايكوال اللي هو الاريا قسمة ضرب سوري 4 قسمة الباي جذر الانسر. فالديامتر تحت والايكوال 83.6 ملي متر. اوكي طيب. If flow rate of 650 to be achieved. اوكي. زي ما حكينا اللي هو 2G في الارتفاع اللي هو 0.375 هذا اللي بحقق الاسبريشن. لما الشرط الديامتر تبع السبرو التحتاني يكون نفس الديامتر تبع الرنر. اوكي الرنر ديامتر ممكن يكون مختلف. What should be the diameter? Diameter at the bottom should be 83.6 أو أقل. Okay. In order for aspiration not to happen. Okay. 125. تأكد 375 على 1200 اللي هو عبارة عن 125 في باي 125 تربيع في باي قسمة 4 اوكي قسمة جذر ال 375 قسمة او 375 قسمة 75 كله تحت الجذر صحيح ضرب this is the area ضرب 4 قسمة باي جذر الانسر يس 83.6 this is the diameter at the bottom. اوكي هلا if a flow rate of 650 is to be achieved what should be the diameter at the bottom of this pro. اها اوكي طيب اها اها بالتالي صحيح صحيح لازم يكون ديامتر 83% 83.6 او اقل in order for the aspiration not to happen. بس هلا ما دام مطلوب اللي هو بنحكيش عن الرنر انا اسف مش عمالنا بنحكي عن الرنر بنحكي انه الفلو ريت مطلوب يكون 650 اوكي انا عندي الفيلوسيتي
ال 650 بتصل حذف 650 اللي هو الكيو، بالتالي ال A اللي هي عبارة على ال velocity اللي هي 7 point أو هي 7357 مليمتر بير سكند. فبتطلع عندي ال area، أوكي ال area الاريا والايكوال 650 قسمة 7357.5. اوكي الاريا 0.008، ف اكوردنج للاريا راح تطلع كثير صغيرة، الاريا بتطلع 0.08 8345، فالديامتر راح يطلع كثير صغير، لا شك راح يطلع اقل من 83.6 in order to achieve this flow rate. يس، فمش راح يصير في aspiration. طيب pure aluminum، طيب هي الالمنيوم احنا حسبناه قبل شوي كان له 2375، بس هون given a different density اللي هي 2700، والنيو 0.0015 is poured into sand. The metal level in pouring basin 250 millimeter above the metal level in the mold, and the runner is circular 10 millimeter diameter. What are the velocity and rate of flow of the metal into the mold? Is the flow turbulent or laminar? طيب هلا بدنا نطلع الفيلوسيتي، الفيلوسيتي اللي هي سي في 2 جي اتش ناقص اكس، واحنا عندنا ما عندناش اكس بنعتبرها صفر، والسي بنعتبرها واحد، فبتصير اللي هو جذر 2 جي اتش، الاتش اللي هي 250 بناخذها بالمليمتر 0.25 ضرب 9.81 ضرب 2 جذر الانسر اللي هي بتطلع عندي 2.215 meter per second. Okay, this is the volume. ال Q will equal V في A. و A أنا عندي 10 مليمتر. ف 10 تربيع ضرب باي قسمة 4 بتطلع ال area دي 25 باي، اللي هي بالمليمتر سكوير. عشان أحولها لمتر بدي أقسم على ألف في ألف، أو بضربها في 10 أس سالب 6 في 10 أس سالب 6. أوكي، فأنا في عندي اللي هو 25 باي في 10 أس سالب 6 ضرب 2.215 بطلع معي 1.74 في 10 أس سالب 4 اللي هو إيش؟ متر كيوب per second. أوكي، what are the velocity and rate of flow؟ طيب is the flow turbulent؟ لازم نحسب الرينولد نمبر، نحط الرينولد والايكوال اللي هو الفيلوسيتي 2.215 في 2700 الديامتر اللي هو 10 في 10 أس سالب 3 على 0.0015 which equals 2.215 في 2700 في 10 في 10 أس سالب 3 قسمة 0.0015 اللي هو بيطلع 39870 which is turbulent لأنه أكبر من 20000. أوكي طيب يس أوكي
For this sprue described in a previous problem, what runner diameter is needed to ensure Reynolds number of 2000? How long will a 330 centimeter casting take to fill with such a runner? Okay. هلا عشان نضمن اللي هو تيربنت لازم نصغر الديامتر. اوكي فاحنا عندنا لازم الرينولد يكون 2000 ف this is equal اللي هو 2.215 في 2700 في دي اوكي على 0.0015 فدي equals 2000 ضرب 0.0015 قسمة 2.215 قسمة 2700 which equals 5 في 10 أس سالب 4 متر which equals 0.5 millimeter. طيب accordingly الفلو ريت قديش بده يصير اذا انا عندي السرعة اللي هو 2.215 في الاريا اللي هي 0.5 في 10 أس سالب 3 طبعا هذا تربيع في باي على 4 which equal 5 في 10 أس سالب 3 اوكي تربيع ضرب باي قسمة 4 في 2.215 this equals 4.35 في 10 أس سالب 7 متر per second. أنا عندي الكاست متر كيوب per second. أنا عندي الكاست بالسنتيمتر. فعشان أحول من متر لسنتيمتر بضرب في 100 في 100 في 100. ف this will equal اللي هو 0.435 سنتيمتر كيوب بير سكند فالفيلينج تايم فيلينج تايم ويل ايكوال اللي هو 330 على ال 0.435 which equals 330 قسمه 0.435 which equals 759 او نحن كده 760 seconds to fill this casting اللي إلها volume of 330. Okay, this is the filling time. واللي يعتبر كبير. Okay. يعني هذا بالminutes نحكي 760 قسمة 60 which equals يعني around 12.667 minutes. Okay. How long would it take for a sprue and a problem to feed a casting with a square cross section 50 millimeter per side and height of 100 millimeter? Okay, how long will it take this for the sprue and a problem to feed a casting or with a square cross section? Okay. طيب هلا معناته we want to keep نرجع على we want to keep the same initial flow rate okay اللي هو this flow rate والcasting is square cross section 50 millimeter والhigh تبعتها 100 millimeter فالvolume تبعت الcast راح تكون اللي هي 50 square في 100 which equals 50 square ضرب 100
اللي هو بتطلع 25,000 مليمتر كيوب. انا عندي الفلو ريت هون بالمتر، بدي احولها لمتر، بدي اقسمها قسمة 1000. اوكي، 1000 في 10^9 بدها تصير. اوكي، فهي it equals الفوليوم 2.5 في 10^4 متر كيوب. اوكي، بالتالي الفيلينج تايم راح يكون الفوليوم على كيو اللي هي 2.5 في 10^4 على ال 1.74. 1.74 في 10^4 which equals 2.5 قسمة 1.74، ف it will fill it in 1.44 second. على السريع، طيب erase all. Assume that you are an instructor covering the topics described. هذا السؤال يعني هو سؤال مش راح نحله، لأنه سؤال يعني مش سؤال حل. فهيك بنكون خلصنا من أسئلة الـ fundamental of casting، ويعطيكم ألف عافية.